كيف تغير شكل الالتا تبعك من هيك الى هيك. اليوم اصدقائي نشرح كيف تجيبوا هاي الالترا العسلية. اصدقائي المهم خلونا نبدأ بالشرح. خلونا اول ننزل. تمام، هلا اول شي تروح على العدادات، بعد العدادات تروح على دريسنج روم، بعد دريسنج روم هاي اللي علامة حمراء ما بعرف اشارة استفهام لوين رايحة ما بعرف، وبتكبس عليها. طبعا شوفوا انا لابسة لاني بدك تغير شكل الالتر. هلا اذا شلتها راح تتغير شكل الالتر تبعي، شوفوا تغيرت. هلا اذا لبستها راح ترجع مثل ما كانت عسلية، شوفوا شوفوا تغيرت. وبس هيك فيديونا بشكل عام. اذا عجبكم الفيديو والمعلومة اللي اعطيتكم اياها بتمنى انكم تضغطوا زر اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل شيء جديد. سلام.